حاجة دلوقتي؟ أحمد أكرم، دانيال، مهند، مو سيف. العدد قليل قوي يا أحمد، في إيه؟ أقول لهم أهو. لا أنا قصدي في حاجة النهاردة حصلت، يعني مثلا خلت الناس ما تدخلش، أو امبارح مثلا مش عندكم عارف. كويز امتحان. لا طيب هنكمل الكلام على دلوقتي على الكونديشنز. لو انتوا فاكرين في اول حاجة كنت اتكلمت عليها اللي هي الكونديشن، وايه معنى كلمة كونديشن. والكونديشن دي بتعني البروبرتيز، all the properties of the compressible fluid flow: الضغط، درجة الحرارة، الكثافة، internal energy، enthalpy، entropy، velocity. كل دي اسمها هنسميها conditions. طبعا عشان عددهم كبير وكتير، فإحنا هنلجأ ل definition واحد وهو condition. بس في الحقيقة إن ال conditions دي أنواع. لما بتكون السرعة بتاعة ال compressible flow صفر، دي بنميز الكونديشن بتاع الفلويد ان هي ستاجنيشن، ما يسمى بستاجنيشن كونديشن. ستاجنيشن يعني ايه؟ يعني ات فول ستوب. يعني انا لو عندي فلويد ماشي كومبريسبل فلويد فلو بين تو بوينتس 1 اند 2، 1 عندها اتس اون كونديشنز، واثنين كمان عندها conditions مختلفة، ضغط مختلف، درجة حرارة مختلفة، density مختلفة، and so on. فالcondition اللي عند 1 زي ما انتم شايفين كده flow stream between 1 and 2. الcondition اللي عند 1 دي بنسميها static condition. static يعني ايه؟ static يعني irrespective to the velocity، أو sorry respective to the velocity. يعني ال velocity على حسب ال velocity الحاجات دي كلها بتتغير، ال pressure وال temperature وال rho وال u. زي ما هنشوف كمان شوية الكلام ده هيطلع function في ال velocity بكام. على سبيل المثال ال velocity هنا في الكومبريسبل فلو ده لما بتزيد الضغط ودرجه الحراره بيقلوا، الكثافه بتقل، الانترنال انرجي والانثالبي بيقلوا، والانتروبي كذلك. فهي البروبرتيز دي كلها ريسبكتيف للفيلوسيتي بكام، دي بنسميها ستاتيك كونديشن. كلمة static لا تعني إنه مفيش flow. static يعني حاجة واقفة، لأ. static دي معناها إنه أنا بقيس الـ properties دي كلها بغض النظر عن السرعة. ليه؟ لأنه السرعة أو الـ properties دي كلها هما already function في السرعة، فما تقوليش السرعة بكام. السرعة خلاص هي دخلت غيرت كل الحاجات دي. أمال إيه الاستجنيشن بقى؟ إذا تخيلت إن أنا isentropically، isentropically يعني بإجراء reversible وأديباتيك، قدرت إن أنا أوصل السرعة دي بتاعت الفلويد لصفر، يعني وهو ماشي كده قمت جاي خليته
suddenly to stop بصورة irreversible بصورة reversible أو isentropic. خليته هو ماشي كده أم خبط في حيطة. إيه اللي هيحصل للضغط؟ هيزيد درجة الحرارة، هتزيد الكثافة، كل حاجة هتزيد. الكونديشن بتاعة الفلويد لما يوصل لفول ستوب دي اسمها استاجنيشن كونديشن. عشان نميز بينها وبين الاستاتيك كونديشن بنديلها سبسكريبت او زي ما انتم شايفين، يبقى بي او تي او رو او اند سو اون. طبعا الفلوستي هنا مش موجوده عشان السرعه اوريدي بزيرو. انا هقفل السلايدز دي وافتحها تاني، في حاجه مش مظبوطه. اوكي معلش في مشكلة في الباور بوينت، هحتاج ان انا افتح البتاع ده تاني، مش عارف ايه هي بالظبط. بس احنا ممكن نفتح البي دي اف لغاية ما نشوف المشكلة ايه بالظبط. طيب دلوقتي لو انتوا فاكرين احنا كنا برنولي ايكويشن لما بنيجي نستخدمها بنقول ان هي valid for the incompressible fluid flow. في الcompressible fluid flow we need to be very careful. لما اقول انه ال b over rho plus v squared over 2 plus gz is constant along a streamline، لأن الكلام ده conditional يعني مش هيبقى valid على طول. طيب عايزين نشوف دلوقتي، أنا كنت قلت لكم قبل كده إنه ال flow of gas can be considered incompressible up to Mach number 3/10 يعني 100 متر في الثانية. يعني أنا عندي gas ماشي بسرعة 50 متر في الثانية، 70 متر في الثانية، 40 متر في الثانية، ده ممكن أطبق عليه برنولي إكويشن. لكن 300,000 لا، برنولي إكويشن is not valid. الكلام ده هنثبته دلوقتي. برنولي إكويشن هي علاقة بتربط بين الضغط والسرعة والإليفيشن. زي ما احنا عارفين مجموع الاثنين دول combined، الاثنين دول B over rho plus V squared over 2، إذا جمعت الستاتيك بريشر زائد الديناميك بريشر بيديني حاجة اسمها stagnation pressure، وده by definition لأن أنا لسه قايل إنه لو حصل ان الفلويد isentropically وصلته لصفر، وصلت سرعته لصفر، خلي بالك ان دي process imaginary مش شرط ان هي سرعته فعلا تساوي صفر. imaginary وصلت سرعته لصفر، الضغط هيزيد، هيوصل لكام؟
هيوصل لما يسمى بالاستاجنيشن بريشر. يعني على سبيل المثال لو عندي تانك او ريزرفوار موجود فيه هواء، لما اجي اقيس الضغط ودرجه الحراره والكونديشنز عموما جوه هنا فهي استاجنيشن كونديشنز. ليه؟ لان السرعه بصفر، فتحت فتحه وخليت الفلويد يمشي او الجاز ده يمشي في بايب، دي ستاتيك كونديشن لانه مكتسب سرعه. طب لو كان الفلويد ماشي في بايب اوريدي وسرعته مش بصفر، ده مش معناه انه ملوش استاجنيشن كونديشن، لا هو ليه، واقدر احسبها. ازاي نقدر نحسبها؟ من برنولي اكويشن مثلا بالمنظر ده كده. بس ده او الاكويشن دي valid under condition، او الاكويشن دي conditional انه سرعته او الماخ نمبر بتاعه لا يتجاوز 3/10. طب ايه اللي هيحصل او هنعمل ايه لو السرعة كانت اكبر من 3/10 وهو ده الكمبريسبل فلو فعلا؟ الكلام ده هيبقى not valid anymore. هنلجأ للبرينسيبلز، الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس اللي بيقول لي ايه؟ Q minus W is delta H. طبعا delta H مش delta U لان ده open system with no heat interaction adiabatic system. الماسوره دي معزوله او الدكت ده معزول، مفيش حراره، مفيش work interaction، مفيش work بيدخل ولا بيخرج بزيرو. يبقى الدلتا H زائد دلتا الكينيتيك انرجي زائد دلتا البوتنشال انرجي لازم يساوي زيرو. البوتنشال انا قلت لكم ان هي جي زد ضعيفه جدا compared بالفي سكويرد على 2. يعني لو بتتكلم في حاجه سرعتها او فلويد ماشي بسرعه 100 متر في الثانيه بس، 100 سكويرد دي 10,000 على 2 ب 5,000، 5,000 كومبيرد ب 10 في 100، الزد ده اوردر اوف 100، هتبقى قيمتها ضعيفه جدا. طبعا الزد 100 دي رقم كبير جدا، هو بيبقى الاوردر اوف ماجنيتيود بتاعه 10، ده كبير قوي. انه يبقى بين النقطه دي والنقطه دي 10 متر ارتفاع، 100 ده كتير. فالبوتنشال is basically neglected. فده معناه انه اللي تشينج في الانثالبي between these two points must be the same as the change of the kinetic energy. H2 minus H1 is V1 squared minus V2 squared over 2. ال H ممكن نحولها ل CB times T minus CB times T1 V squared minus V squared over 2. طيب لو أنا تخيلت إن أنا بتكلم على حالة فيها الفلويد بيتحرك عند state 1 مكتسب سرعة و isentropically وديته لحالة الريست، لحالة السرعة بتاعته بتساوي صفر، فدي point أو state 1 ودي state اللي هي zero أو ال O اللي stagnation لأن السرعة بصفر، V بتساوي zero في الوقت ده. ده معناه إن السرعة دي هتساوي zero، كأني بقول إن النقطة 2 أو النقطة 1 أي واحدة فيهم مش هتفرق بتساوي زيرو. اوكي يبقى سي بي تي نوت بتساوي سي بي تايمز تي. ايه الفرق بين التي نوت والتي؟ التي نوت از ذا ستاجنيشن تمبريتشر والتي هي الاستاتيك تمبريتشر. يبقى الاستاجنيشن تمبريتشر از جريتر ذان الاستاتيك تمبريتشر باي في سكويرد اوفر 2 سي بي. طيب السي بي بتساوي كام؟ كي ار اوفر كي ماينس 1. جميل. لو ضربت تحت في تي وفوق في تي ما عملتش حاجه،
اهو ضربنا فوق وتحت في تي. الكي ار تي حد فاكر دي بتساوي كام؟ كي ار تي من شويه نقول من شويه قلنا عليها ما هي كي ار تي؟ سي سكوير. سي سكوير بالظبط كده. يبقى انا ممكن اريبليس الكي ار تي بالسي سكوير يطلع لي هنا الماخ نمبر سكوير. تبقى الريليشن شيب بتوين التي نوت اللي هي الاستجنيشن تمبريتشر والاستاتيك تمبريتشر هي فانكشن في ايه؟ في ماخ نمبر. الايكويشن دي ايكويشن لازم نبقى عارفينها في الكومبريسبل فلويد فلو. في حاجات لازم نبقى عارفينها وحاجات هتبقى جيفن في الامتحان. فاي نيد تو نو انه الريليشن شيب بين الاستاتيك بريشر تمبريتشر والاستجنيشن تمبريتشر از 1 بلس كي ماينس 1 اوفر 2 تايمز الماخ نمبر سكوير. معادله سهله ما فيهاش مشكله يعني. طيب عشان اقدر اعرف البريشر او العلاقه بين الاستجنيشن بريشر والاستاتيك بريشر I need to refer للايزنتروبيك فلو. يعني ايه الكلام ده؟ يعني العلاقه دي valid اذا كان الفلو ايزنتروبيك او مش ايزنتروبيك. بين النقطه او بين اي نقطه في الجاز فلو والاستجنيشن بتاعها الريليشنشيب از ايزنتروبيك، لانه الديفينيشن بتاع الاستجنيشن كونديشنز ان انا ايزنتروبيكالي بودي الستيت دي لستيت بيكون سرعتها صفر باجراء ايزنتروبيك، لازم يكون ايزنتروبيك. فبين اي ستاتيك كونديشن والاستجنيشن بتاعها لازم يكون الكونديشن ايزنتروبيك. ده معناه انه الضغط الاستجنيشن علاقته بالستاتيك بريشر ممكن اجيبها من الايزنتروبيك ريليشن 1 بلس كي ماينس 1 اوفر 2 ام 2 الماخ نمبر سكوير تو ذا باور كي ماينس 1 اوفر كي. طيب تخيل ان انا عندي عشان افهمكم الكلام ده اكتر عندي irreversible compressible fluid flow مش isentropic بقى لا ده irreversible في friction يعني ال equation دي is not valid غلط ما ينفعش استخدمها. however بين 1 والاستجنيشن بتاع 1 اللي هي O1 الريليشن شيب دي از ايزنتروبيك. بين 2 والاستجنيشن بتاع 2 اللي هو O2 الريليشن شيب از ايزنتروبيك. يعني انا ممكن هنا اقول BO1 بتساوي B1 1 بلس K ماينس 1 اوفر 2 ماخ نمبر سكوير. العلاقه دي فاليد بين النقطة والاستجنيشن بتاعتها لأن بين الستيت والاستجنيشن لازم يكون البروسيس ايزنتروبيك، لكن بين 1 و 2 ما ينفعش استخدم دي إذا ما كانش ايزنتروبيك. اوكي وبالمثل أقدر أجيب الريليشن شيب بين الاستجنيشن دنستي والاستاتيك دنستي بس دي ما بنستخدمهاش كتير. أكتر اتنين بنستخدمهم هي الايكويشن دي رقم واحد واللي قبلها دي اللي هي رقم اتنين. طب عايزين نوصل لايه يعني؟ قبل ما نثبت احنا انا قلت لكم ان احنا هنثبت دلوقتي ان الكومبريسابيلتي افكت بتاع الفلويد فلو الجاز فلو بيظهر بعد ماخ نمبر 3/10.
along the way للإثبات ده لو الماخ نمبر كانت بواحد somewhere between one and two ماخ نمبر بواحد ده معناه انه الفلو is sonic. لو رجعنا هنا لو حطينا الماخ نمبر بواحد one plus k minus one over two is k plus one over two دي بنسميها ايه؟ بنسميها critical conditions. الcritical conditions دي معناها ان انت موجود عند المكان اللي عنده الماخ نمبر بيساوي واحد. اقدر اجيب التي critical ساعتها بتساوي function في ايه؟ في الاستجنيشن temperature والكي. الcritical pressure برضو هيبقى function في الاستجنيشن pressure والكي. وكذلك الcritical density. في الحالة دي أقدر أقول إن الـ critical temperature دي في بعض الأحيان الـ critical conditions بنرمز لها بـ subscript هو CR أهو أو superscript هو star. star دي معناها إن هي critical، إن الماخ نمبر بواحد. طبعاً ال V أو ال C هيبقوا متساويين بتساوي root KR T critical. درجة الحرارة هنا اللي بنستخدمها في الإيكويشن دي هي static temperature. لأن ال stagnation temperature ما عندهاش velocity، ما في مكان ما فيش velocity فيه أساساً. على الـ HS diagram لو عندي fluid flow isentropic fluid flow بين نقطتين واحد واثنين الـ H بتقل الضغط بيقل درجة الحرارة بتقل ولكن الـ entropy ثابتة. إذا كان الـ flow isentropic بين الاثنين فالـ stagnation بتاعهم واحد، يعني BO1 هي نفسها BO2 هي النقطة دي. طب بيفرقوا عن بعض ازاي؟ تعالوا نشوف المسافات دي بعبارة عن ايه. H1 دي مقياس للثيرمال انرجي اللي موجودة في ستيت 1 هي اللي بتعبر عنها المسافة دي كلها. H2 هي مقياس للثيرمال انرجي اللي موجودة في ستيت 2 المسافة دي كلها. طيب بين الـ HO والـ H1 أو الـ HO والـ H2 المسافة دي إيه؟ دي كاينتيك إنرجي بتاعت 1 و2. الكلام ده جبته منين؟ لو رجعنا كده شوية أهو أهو الدلتا H هي كاينتيك إنرجي. لو أحد النقط دي هي ستاجنيشن السرعة بتاعتها بصفر يبقى فرق الإنثالبي بين نقطتين أحدهما stagnation يبقى هو الكاينتيك انرجي. اهو الكاينتيك انرجي عند 1 ده معناه انه الكاينتيك انرجي بتاعت 1 اصغر من الكاينتيك انرجي بتاعت 2. بالبلدي معناه ايه؟ معناه ان انا لو عندي فلويد بيتسارع في ايزنتروبيك فلو سرعته بتزيد. طبعا الكلام ده هيحصل في النوزل. السرعه بتاعته بتزيد يبقى الانثالبي بتاعته بتقل وده requirement للconservation of energy. لازم يحصل كده لازم. والكلام ده طبعا باين قدامي هنا انه لو الانثالبي قلت السرعة بتزيد. ده نفس الكلام اهو بالنسبة لدرجة الحرارة على TS diagram
T notes as T plus B squared over 2CB. بين T1 لو كان في flow isentropic بين 1 و 2 اللي stagnation temperature بتاعتهم واحد واحدة لا تتغير. والفرق ده هو كينيتك بيعبر عن السرعة. الفرق ده كمان بيعبر عن السرعة، يبقى السرعة عند 2 أكبر من 1. طب السؤال بقى دلوقتي، لو أنا عندي irreversible compressible fluid flow، irreversible يعني البروسيس هتبقى مش isentropic، مش constant S بالمنظر ده كده. بين 1 و 2. 1 اهي وبيحصل expansion ل 2. و irreversible زي ما انتم شايفين ال S بتزيد. دي S1 ودي S2. 1 هيبقى ليها stagnation بتاعتها O1 و 2 هيبقى ليها stagnation بتاعتها O2. كل واحد ليه stagnation مختلف بعيد عن التاني. على الرغم ان البروسيس بين 1 و 2 is irreversible، ولكن بين اي واحدة فيهم والاستجنيشن بتاعتها لازم تكون isentropic، لان ده الديفينيشن بتاع الاستجنيشن كونديشن، ان انا isentropically بقدر ان انا اوصل السرعة لصفر. اوكي. طيب في حاجة كنا بنتكلم عليها اللي هي الماخ نمبر 3 من 10. ننزل كده في الآخر خالص. أهي. دي كومبيرد برنولي. برنولي إيكويشن بتقول إيه؟ برنولي ايكويشن بتقول ان البي نوت بتساوي بي بلس بي سكويرد رو في سكويرد اوفر 2. دي برنولي اهي. لو رجعنا كده ادي برنولي ايكويشن. برنولي ايكويشن بتوصف علاقه الاستجنيشن بريشر بالاستاتيك بريشر، ودي كمان بتوصف علاقه الاستجنيشن بريشر بالاستاتيك بريشر. مين فيهم الأصح؟ وهل بيتساووا؟ وهل في condition of use of each equation؟ برنولي equation دي بستخدمها في حالة ال incompressible fluid flow. دايماً valid. ممكن استخدمها الجاس، ممكن استخدمها الجاس. بس لغاية ماخ نمبر 3 من 10. طب ودي؟ دي بستخدمها لل compressible fluid flow لأي سرعة. طيب برنولي ايكويشن دي ممكن نعيد صياغتها بحيث ان تبقى ليها الشكل ده، يعني البريشر ده يبقى فانكشن في الماخ نمبر. ازاي؟ الجاز الرو بتاعته بي اوفر ار تي، يعني دي بتساوي البريشر بلس الرو هي بي اوفر ار تي times v squared over 2. rt لما اضربها في الk وهضرب في k كمان فوق
هضرب كي فوق وتحت ما عملتش حاجة. K مع الRT DC squared يبقى الكلام ده بيساوي B plus sorry times 1 plus K V squared over C squared over 2. ده طبعا ممكن نشيله ونحط الماخ نمبر squared يبقى 1 plus K over 2. تعالوا نرسم. بص بقى هرسم ايه. انت ممكن تعمل الكلام ده على اكسل. الماخ نمبر في الهوريزونتال اكسس. في الفيرتيكال اكسس هرسم بي نوت اوفر بي. لهوا يعني الكيب 1.4. لو عملت الكلام ده هحط المخ نمبر مرة بواحد من عشر، بعد كده اتنين من عشر، تلاتة من عشر، أربعة من عشرة، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، and so on. هختار قيم كتير للمخ نمبر، أعود بيها في الإكويشن دي وفي الإكويشن دي. هتلاقي التو إكويشنز بيبقوا ماشيين مع بعض زي بعض بالظبط. Up to مخ نمبر 0.3. طب بعد كده برنولي بتمشي في شكل في اتجاه. الإكويشن الصح بقى اللي هي دي، لأن دي مستنتجينها من الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس من البرنسبلز. برنولي إكويشن إز كونديشنال، فيها كونديشنز لازم تتحقق، يعني إنه يكون أحد الكونديشنز دي إنه يكون إنكمبريسبل. دي برنولي إكويشن. طيب بعد 3 من 10 بلاقي الإكويشن دي بيبقى ليها شكل تاني خالص. بص هنا الايرور، لو استخدمت برنولي ايكويشن في كومبريسبل فلويد فلو بتطلع قيم للضغط غلط تماما. يعني بمعنى تاني برنولي ايكويشن دي ننساها تماما في الكومبريسبل فلويد فلو، ما نستخدمهاش. طب لو مش كومبريسبل، قلت لك انه في هواء ماشي بسرعه 1 متر في الثانيه، اه ده هنا ده كومبريسبل. برنولي اوكي. 2 من 10 متر في الثانيه، 10 متر في الثانيه، 20 متر في الثانيه، از لونج از ان الماخ نمبر اصغر من 3 من 10 برنولي ما فيهاش مشاكل. اوكي نبتدي بقى دلوقتي الكلام في النوزلز، كلام على النوزل ده بقى في نوعين من انواع النوزلز. واحد منهم هو النوزل العاديه اللي نعرفها بنسميها كونفرجنت نوزل، الكروس سكشن اريا بتاعها بيقل. السوبرسونيك بقى دي اللي هي بتاعت الروكت موتور اسمها كونفرجن دايفرجن، شكلها نوزل في الاول وبعد كده بتاخد شكل ديفيوزر. طب ازاي بنسميها سوبرسونيك نوزل؟ ازاي النوزل بالسرعه فيها بتزيد؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي في الجزء الثاني، انا هبتديه واكمله المره اللي جايه ان شاء الله. الموضوع طبعا بيرجع لثيوري. زي ما متعودين بنستخدم الـ conservation of mass principle، conservation of momentum، conservation of energy عشان نوصل لدي الاناليسز اللي بنعملها في الـ fluid mechanics. طيب لـ variable cross section area duct with variable cross section area duct، الاريا بتاعته عمالة بتتغير randomly بأي شكل من الأشكال، الكروس سكشن اريا عماله تزيد، ممكن تقل وممكن تزيد، ايه اللي بيحصل؟ To conserve the mass m dot is rho a v. التوتال ديريفاتيف بتاع الام دوت هو الاي في تايمز دلتا رو، كاني بضرب هنا كاني بقول انه عندي الام دوت هي اكس واي زد. يبقى as if
ال x y constant وفي تفاضل ال z يبقى a v delta rho plus v rho delta a plus a rho delta v. لو قسمت ال equation دي كلها كل واحد من الثلاثة دول على ده ال rho a v على ال m dot obviously طبعا ان الدلتا m dot compressible مش compressible ال mass has to be conserved. ال m dot anywhere لازم تبقى واحدة ده ما فيهاش كلام. تقسم الكلام ده على rho a v يبقى اديني الدلتا rho ده الشكل اللي هو ال conservation of mass. To conserve the mass لازم التغير في الكثافة على الكثافة زائد التغير في الاريا على الاريا زائد التغير في السرعة على السرعة بيساوي صفر. إذا حققت كده يبقى الماس is conserved. طيب من ال conservation of energy ده الشكل بتاعها طبعا اللي احنا عارفينه لما ما يكونش فيه heat ولا work. الانثالبي زائد الكاينيتيك انرجي از كونستانت او دلتا اتش از دلتا في سكويرد اوفر 2. طيب لو فضلت جبت الدريفيتيف بتاع الاتش الدريفيتيف بتاع الاتش دلتا اتش بلس في دلتا في ده هيساوي ايه؟ هيساوي كونستانت. من جيبس ريليشن في الايزنتروبيك فلو لما الدلتا اس بتساوي صفر دلتا اتش كان بي ريبليسد از في دلتا رو دلتا بي في دي اللي هي السبيسيفيك فوليوم اللي هي مقلوب الكثافه. هناخد الترم ده نعوض بيه هنا يطلع ايه؟ يطلع انه الدلتا بي اوفر رو بلس في دلتا في بيساوي زيرو. شلت الدلتا اتش بس حطيت بدلها دلتا بي اوفر رو يبقى دلتا بي اوفر رو بلس في دلتا في از زيرو. انا عايز اوصل لايه؟ انا عايز اوصل للتشينج في البروبرتيز بتاعه الفلويد لما الكروس سكشن اريا تتغير بيحصل فيها ايه؟ لما اقول ان انا عندي كروس سكشن اريا زادت او قلت يا ترى السرعه تزيد وتقل زي ما احنا عارفين؟ الموضوع طبعا هيوصلنا لحاجه very interesting هنشوفها دلوقتي هي عباره عن ايه. ال conservation of mass equation اللي كان ليها الشكل ده اللي هي لو طلعنا شويه اللي هي دي combined مع دلتا بي اوفر رو از ماينس في دلتا في هنضرب هنا هنقسم الليفت هاند سايد على في سكويرد ونقسم ده على في سكويرد يطلع لي ان دلتا بي اوفر رو في سكويرد بتساوي ماينس دلتا في اوفر دي. يبقى احنا ممكن نشيل دي ونحط بدلها دلتا بي اوفر رو في سكويرد زي ما عملت هنا كده بالظبط. يبقى التشينج في الاريا على الاريا بيساوي هاخد دي كومن فاكتور بره 1 minus تقسم دي على دي يبقى v squared over delta b over db by d rho db by d rho دي اللي هي c squared for isentropic fluid flow. معدل تغير الضغط بالنسبة للكثافة دي مربع السونيك سبيد يعني الترم ده الماخ نمبر. فبوصل لإكويشن من الـ conservation of mass والـ conservation of energy بتقول لي إنه التغير في الأريا هو function في إيه؟ في حاجتين، التغير في السرعة والماخ نمبر. بمعنى تاني لو جيت سألت نفسي سؤال لو الأريا اتغيرت وقيمة الماخ نمبر عندي السرعة تزيد ولا تقل؟ بس هو ده السؤال اللي احنا عايزين نجاوب عليه.
والإجابة عليه من الإكويشن دي. تعالوا نشوف الحالات اللي ممكن تحصل. الشكل التقليدي للنازل أهو، cross section area كبيرة وبتصغر، دي بنسميها subsonic nozzle. ليه سميناها subsonic nozzle؟ تعال نشوف. داخل هنا سرعة للفلويد، بس السرعة دي أقل من سرعة الصوت، يعني الماك نمبر أصغر من الواحد. الماك نمبر أصغر من الواحد، يبقى الترم ده بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ ردوا عليا. بوزيتيف. والاريا اوريدي بتقل، يعني الدلتا اريا الترم ده يبقى ايه؟ نيجاتيف. التشينج ان اريا في اتجاه الفلويد فلو از نيجاتيف، لان الاريا 2 اصغر من الاريا 1. طب في هنا نيجاتيف ساين، خلي بالك. يبقى معنى كده ان السرعه هيحصل لها ايه؟ هتزيد ولا تقل؟ طبعا نيجاتيف تايمز بوزيتيف از نيجاتيف، يبقى التشنج في الفيلوسيتي از بوزيتيف، يعني السرعه بيحصل لها ايه؟ بتزيد ولا بتقل؟ بتزيد. بتزيد. يبقى النازل الشكل ده، بلاش نقول عليها نازل، الشكل ده لو دخلت له سرعة للفلويد أو للجاس أصغر من سرعة الصوت هيتسارع. وبالمثل الأخ اللي جنبه ده، لو زودت الكروس سكشن أريا وما زال الماخ ممبر اللي داخل أصغر من الواحد، الأريا بتزيد، يعني ده بوزيتيف، يبقى ده لازم يبقى نيجاتيف. يبقى هيحصل له ايه؟ هيتباطأ، سرعته هتقل. الانترستنج في الموضوع ان الدنيا هتبقى مختلفة تماما لو تحولت للسوبر سونيك فلو. الدنيا دي حاجة تانية خالص. اذا قدرت ان انا ادخل لنفس الشكل ده، نفس الشكل ده، وهي دي الكيس المهمة جدا جدا جدا، هي دي اللي هي ما تسمى بالسوبرسونيك نازل. To exceed السونيك سبيد انت محتاج دي. لو دخلت فلويد الماخ نمبر بتاعه اكبر من او بيساوي واحد، يعني اتليست اللي داخل هنا يبقى سونيك. الكروس سكشن اريا بتزيد، هيحصل ايه؟ تعالوا نشوف. ماخ نمبر أكبر من الواحد، مارجنالي أكبر، يعني 1.0001. الترم ده هيكون إيه؟ نيجاتيف. طب الكروس سكشن أريا إز نيجاتيف، لأن هي بتزيد، سوري دي بوزيتيف، الأريا بتزيد، يبقى ده الدريفت اللي تشينج بيكون بوزيتيف، وهنا في نيجاتيف. نيجاتيف تايمز نيجاتيف از بوزيتيف، يبقى لازم تكون دلتا في بوزيتيف. يعني ايه دلتا في بوزيتيف؟ يعني السرعه بتزيد. يعني انا لو دخلت فلويد على كروس سكشن اريا بتزيد، سرعته هتزيد لما يكون الماخ نمبر اللي داخل اتليست كريتيكال، اتليست بيساوي واحد. طبعا اللي بيحصل العكس، لو الكروس سكشن اريا قلت، كروس سكشن اريا قلت والماخ نمبر اللي داخل اكبر من او بيساوي واحد، يعني ده نيجاتيف، اللي تشينج في الاريا نيجاتيف، يبقى اللي تشينج في الفيلوسيتي هيكون ايه؟ نيجاتيف. يعني هنا لو الفلو داخل كريتيكال او سونيك، سرعته هتقل مش تزيد. طب الكلام ده كلام كبير قوي، ليه؟ لانه ده هيوصلنا لشكل الروكت موتور. ازاي بوصل لسرعات تتجاوز سرعه الصوت؟
ده الموضوع سهل. هجيب سابسونيك نوزل واقوم مركبها او مركب بعدها سوبرسونيك نوزل، فيبقى عندي سابسونيك نوزل بتوصل الفلويد لسرعه بتساوي السونيك سبيد، وراها احط السوبرسونيك نوزل بتستقبل السونيك سبيد اللي هي موجوده هنا دي وتزودها اكتر. هو ده الروكت موتور، هو ده الروكت انجن، ده الكونسبت بتاعه. انا دكتور بتسابل اي سرعه من الجو بتخليها سونيك وبعدين بتعملها امبليفيكيشن؟ لازم لازم، لو ركبت ده لوحده كده، لو جبت ديفيوزر كده لوحده ودخلت عليه فلويد عادي هيشتغل ازاي؟ هيشتغل ديفيوزر كده ولا ليه اي لازمه؟ الروكت موتور ريكوايرز انه لازم يبقى فيه جزء ده، requires a subsonic nozzle، لأن دي اللي بتوصل الأول الفلويد سرعته لسرعة الصوت. اللي هاخدها بعد كده وأقوم مدخلها هنا عشان أخليها تتسارع أكتر، أخلي الفلويد يتسارع أكتر، يبقى لازم السوبرسونيك نوزل أو الconversion divergent nozzle تبقى جزئين، subsonic وسوبرسونيك. convergent بنسميها convergent يعني cross section area بتقل وبعدين تزيد في شكل اهو. شايف الموتور؟ شايف عامل ازاي؟ هو ده الروكت موتور. انت لما بتيجي نكبر شويه اهو اهو، جزء بيدخل فيه الفلويد يتسارع لغايه ما يوصل لسرعه الصوت عند المينيمم كروس سكشن اريا، دي بنسميها ثروت، ثروت او العنق بتاعه الموتور، اقل كروس سكشن اريا. وصل هنا الماك نمبر بواحد خلاص، بعد كده الفلويد هيتسارع، بعد كده تقدر تخلي الفلويد يمشي من هنا بسرعه بتتجاوز سرعه الصوت. طبعا اللي بنشوفه في الموتور وهو شغال بنشوف الحته اللي بره دي اللي هي السوبرسونيك نوزل، بس هو في الحقيقه جوه في حته ثانيه كده اللي هي موجوده على الشمال دي، اللي هي دي دي بتبقى مختفية مش باي مش موجودة مش باينة. اوكي. نشوف فيديو سريع، انا كده خلصت النهاردة، بس هوريكم فيديو سريع على الروكت انجن او الروكت موتور. مش عارف، عندي كونكشن غريبة بطيئة جدا. شايفين هنا يمكن
انواع الروكت موتورز موجوده، بس في قنوات تعليميه في اليوتيوب كتيره جدا. في حاجه اسمها هاو تو وركس، ممكن نشوفها، نشوف الروكت موتور وبيحصل ايه. نشوف الفيديو ده. ما فيها مشكلة، مش عارف ايه السبب. Writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically correct. Have you ever wondered what makes a rocket work? And I'm not talking about the complicated mechanics or the intricate supersonic flow. الشكل اللي انتوا شايفينه ده، ده supersonic flow خارج من ال من السوبرسونيك نوزل او من الروكت موتور. ولكن انا عايز اوريكم الاسكيماتكس بتاعت ده، الشكل الحقيقي للموتور. لما تخرجوا من الصاروخ كده اهو ستاند الون، شوف الجزء ده اكبر بكتير جدا. السوبرسونيك نوزل بتبقى واخده مساحه كبيره جدا جدا عن الصغيرة التانية. الصغيرة التانية دي بتبقى مدفونة مش باينة. ده الروكت لانش اهو، ده موتور او تري موتورز. هو ده اللي عايزين نعمله بقى او نعمله ديزاين. تري روكت موتورز هم اللي بيدفعوا او بيطلعوا الصاروخ ده اجينست الجرافيتي باكسلريشن. كل واحد منهم سوبر سونيك نوزل او كونفرجنت دايفرجنت نوزل. الموضوع ببساطة، هنا في زي ما اتفقنا هيدروجين وأكسيدايزر بيدخلوا مع بعض، بندخلهم في كومباستشن تشامبر. ورا الكومباستشن تشامبر في حتة صغيرة هنا شايفينها دي، الحتة الصغيرة دي اللي هي الكونفرجنت بارت أو الكونفرجنت نوزل اللي بتوصل المخ نمبر بواحد عند الثروت، عند الحتة الصغيرة دي. بعد كده all the way داون، ده كله تسارع. انت وشطارتك بقى الطول ده طبعا عايز تخرج سرعة كام. السرعة دي معناها مومنتم. المومنتم تشينج او التشينج اوف مومنتم از فورس. عايز فورس كام؟ الديزاين بتاع الموتور ده هيعتمد او هو اللي بيحدد انت هتطلع فورس قد ايه. ده تيست لروكت فعلا، بس ما بيحركوهوش. مش عارف انتوا واخدين بالكم الغازات بتخرج بسرعات دي. السرعات دي مخ 3 مخ 4 مخ 5 ممكن اكبر من كده. لو لاحظت هتلاقي تسارع الغازات طبعا سرعات رهيبه. اوردر اوف ماجنيتيود 1000 متر في الثانيه، 1000 كيلومتر في الساعه. طب هو ده دكتور ما بيحصلش على الصاروخ نفسه؟ نعم، ده سرعة الغازات دي والكمية اللي بتطلع ما بيأثرش على الصاروخ نفسه في الماتيريال بتاعه وكده. يعني أنا شايف الموضوع فيه فليم قوي حواليه أوي اللي هو وبيكمل قدام.
اه فهمت قصدك، انت قصدك ان درجة الحرارة عالية قوي، بالظبط صح كده؟ بالظبط. طيب ويت بقى، انا بقول لك ان كل المسافة اللي بتمشي فيها دي السرعة بتزيد، يعني الانثالبي بتقل، يعني درجة الحرارة بتقل، يعني الغازات اللي هي خارجة دي لو خارجة بدرجات حرارة 500 كلفن 1000 كلفن في الكومبوستشن تشيمبر نفسها هتكون أعلى. الكومبوستشن تشيمبر هتكون أعلى، يعني جوه هنا مش فاكر كان فين ال طبعا احنا دلوقتي في نص الطريق، اقدر اقول ان احنا في نص الطريق عشان نعرف او نتعامل مع ونقدر نعمل ديزاين للروكت انجن. خلينا نشوف الحتة دي وانا هقول دكتور نقدر نشتغل فيها على طول من بعد الليكتشر دلوقتي. ايه سامعني كده؟ سامعين حضرتك. اوكي. سوري يا جماعة، في كان في مشكلة في الكونكشن، مش عارف ايه النهاردة، في حاجة مش مظبوطة، ولكن المرة اللي جاية في بداية الليكتشر هنشوف فيديو هوضح لكم فيه الكومباستشن بالروكت موتور بالاكزوست، هنشوف كل المنظومة دي عشان ما اخركوش اكتر من كده. في حد عنده اي اسئلة قبل ما نمشي؟
دكتور حضرتك قلت انك عايز مننا مش الكالكوليشنز وكده، طب حضرتك عايزنا نوضح ازاي اللي هو الشغل في السيميوليشن وكده، حضرتك طالبه مننا على شكل ايه بالظبط؟ فورس، ما هو كان في انت يعني لو حابين تناقشوا البروجكت معايا هو وقت المحاضره مش هيسمح، فممكن نتقابل واقول لكم. هو الموضوع ببساطه ان انت عندك هيبقى عندك variable mass عايز تديلها acceleration او تديلها force عشان تطلعها في 3 دقائق خارج الغلاف الجوي، بس كده. كتلة متغيرة، لانه الروكت بيبقى اساس الكتلة اللي موجودة فيه او نسبة كبيرة من الكتلة اللي موجودة فيه بتبقى fuel واوكسيدايزر، الاثنين دول مع بعض بيمثلوا نسبة كبيرة من وزن الصاروخ. لو حابين ان انتوا تناقشوا معايا او نتكلم في التفاصيل ممكن نحدد ميعاد وتقابلوني ونتكلم، بس في المحاضرة عشان وقت المحاضرة لا يسمح. ممكن يبقى في جنرال هيلبنج سيشن كده نعمله، بس لما نخلص الكومبريسيبل فلو هقول لكم تفاصيل اكتر تمشوا وراها. تمام، جريت خلاص، بس نخلص يمكن المرة اللي جاية في آخر الليكتشر نعمل هيلبنج سيشن كده ونتكلم على المشروع تاني وأقول لكم المفروض التفكير فيه يبقى إزاي. خلاص تمام، طيب أشوفكم إن شاء الله يوم الثلاث اللي جاي بإذن الله.